بالطريقة وصلت إلى جعفر العباس واستلم بالطريقة الفنية يبدأ هجمة والشيء يعيد مرة أخرى عن طريق المرتبة الخلفية. السباحة بيت حاضرا على مستوى هذه المواجهة تتكلم عن بازيدان الله على الكرة في مكان الله 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 على ابداع في الكرة الماضية. اعتقد بانها كرة ليست من الزمن الماضي بل هي كرة بلمسة الساحر بلمسة الفنة. تعمل كرة في المرتبة المنتسبة عمل المباراة لمسعة اللاعب الاخر الكابتن سعيد في كرة المقدمة البدا بيستلمها عمل كرة عظيمة في مكان الله عزف الانفرادي ياتي من جري من يمتلك العزف القصير ياتي الميدان برافو على سمير الزمان برافو على التركي الجماري قمر هذه المرة الجماري يستطيع ان ينفذ من اي مكان من اي طريق من اي موهبة يمتلك هذا الفنان برافو على التركي ست الهدف الثاني في ارضية الميدان في ملعب المباراة مشاهدينا متابعينا ومسيختي في اللقاء سنشاهدوا التابعين جعفر العباس لعب الكرة قبل تذهب عنها الى منتصف الميدان تعال مرة اخرى وطلع لعب الكرة من جانب الطحن الوليد عالي الكرة مرت الى السواق والاخيرة ابراهيم على السواق خروج خوفه كرة سريعة لكنها مرت الى خارج ملعب المباراة عطي حظ يرمي في البحر لكن الحظ لم يكن متواجد مع ابناء فريق الجيل العزيزية في اللقطة الماضية كرة ملعوبة الان على في نفس المكان انتقال الله هي احلى من العسل هي اجمل من رسمات الرسام الدبل هي من جميل من لمسات الخيال هي من وحل الخيال ابراز على كرة جميلة سجلت عن طريق الرئيس العالية جميلة ولا ننسى الموهبة موهبة الاعلام على مستوى مكة المكرمة الكابتن عبد المنان النيازي ولا ننسى المعلق ايضا المميز معلق الدوري والكاس المعلق الزميل عبد العليم الاوسابي واسماء كثيرة سجلت اسماء واسماء في هذا المكان ولا ننسى ايضا ابراهيم الاوسابي او القناوي وفي تلك البطولة هذه الكرة الحلوة في مكة عجائب الكون سبع وهي